رايح يا عزيزي لي شايل بيدكسية بعدك بأول شبابك تكسبه بالعداء من دبين مو حسيني ما انطبر فرد يوم ما موات جرح حسينك في مصيبة كربلاء من هو أسس هالخرافة وشوه أهداف الحسين الحسين ثائر مصلح في وجوه الظالمين لا تعتدي على شعار لا تردد هالكلام الشعار خط أحمر منذ مئات السنين ممكن تعطيني المصادر على المسير وعلى التطبيق حتى أقبل كل كلامك وانتي من هذا المصير مدودة هواي الأدلة وراح أحرجك بالجواب أنت أصلا مو حسين ومنطقة جدا خطير اعطيني آية أو رواية النقاش العلمي أفضل من أساليب الصياح علمنا بركيلة قالت زينب برفع الرماح بالمحمضر بجيبته واتد ودمها الجراح هل تخالف أنت الحجة أن أوصاك بكلام كيف تبدا زينب تفعل عكس توجيه الإمام ماذا تعني بالوصية لم أفهم ماذا تريد لم أسمع هذا الوصية منه عليه السلام لا تخمش الوجه حسن لا تشقي أي جيب مثله قال النبي موصيا خير النساء وضحت لي هالقضية عن حقيقة كربلاء لولا كلم أكن أعرف هذا الكلام افتراء شعائر الشيرازية كلها أهواء وتشوير لا مشيع الجمر عندنا لا مسير ولا تطبير علمني شلون هي ذكر الحسين الشهيد كنت تصور أنا حسين اكتشفت أنا بعيد من حسين أتعلم فكا وانهى عن منكر قبيح دوما بالأخلاق أتمسك وانهى جنهج الصحيح يعني أدرك العواطف وتجي بس العبادة يا رد تبين المطلب أحتاج بعض التوضيح بين الفكر والعواطف أجمع بهذا السبيل والتزم به للثقافة أهل العلم والدليل هم اللي يفهمون الثورة وأهداف الطف العظيم ما حد مسك بيهم طبعا عند ربهم ما أميل وعند ربهم ما أميل